يا ترى ايه اللي هيحصل لما الكنترولر يقع؟ السويتش هيعمل ايه؟ هيحتاس ولا هيروح فين؟ هيقعد يقول اي حوزتي السودا انا يامه ولا هيعمل ايه بالظبط؟ يلا بينا نشوف هيعمل ايه السويتش لو الكنترولر وقع. لنفرض ان الشبكه بتاعتي فيها اكتر من كنترولر، حلو كده؟ طبعا هتقولي طب السويتش بتاعك المفروض انه يرجستر على كام واحد فيهم؟ على الثلاثه. يسجل على ده طبعا. طب هيسجل عليهم ازاي؟ عن طريق كوماند انت بتديهوله هنا، وانا هوريك ازاي ان شاء الله لما نيجي نشتغل على الزودياك اف اكس سويتش. فهتدي له الاي بي بتاع الراجل ده والاي بي بتاع الراجل ده والاي بي بتاع الراجل ده، حلو جدا. فهيربط مع الثلاثه. طب مين اللي هيمانجه؟ الكنترولرز هيختار واحد بطريقه ما، هيختار واحد ان هو يمانج السويتش ده، وليكن هيبقى هو الكنترولر ده هو اللي هيبقى مسؤول عن ارسال الفلو انترز للسويتش ده. طيب لنفرض ان العلاقه ما بين الراجل ده والراجل ده وقعت، السكيور سيشن اللي ما بينهم وقعت. طبعا انتوا عارفين ان بعد ما فيها اللوب اتبعت السيشن قامت، بيفضل بقى السويتش والكنترولر يبعتوا لبعض بينج وريبلاي عشان ايه؟ الكونكتيفيتي. تمام تمام فطبعا هو بيبعت بينج ريبلاي، ما فيش ريبلاي، فخلاص كده السويتش تاكد ان السيشن دي وقعت. طب يا ترى السويتش هيعمل ايه؟ هيحتاس ولا يعمل ايه؟ لانه رابط مع بقيه الكنترولرز الثانيه، هيبعت للكنترولر ده، والكنترولر ده بالظبط كده حاجه اسمها ستيتس مسج. طب واحد يقول لي طب الستيتس مسج دي اي واحده من انواع المسجز اللي احنا خدناها الثلاثه؟ اخر واحده اللي هي السيمتريك، لان السيمتريك مسؤوله عن انشاء الكونكشن، خدت بالك بالهلو اللي بتبعت هلو ولا كده، مسؤوله عن الحفاظ على الكونكشن عن طريق البينج والريبلاي، مسؤوله كمان عن اي ايرور يحصل. اي ايرور يحصل السويتش بيبلغ بقيه الكنترولرز الثانيه ان في كنترولر وقع. المهم بيبعت ستيتس مسج من الكنترولرز الثانيين، بيحصل ما بينهم انتخابات سريعه جدا عشان يتم اختيار كنترولر هو بعد كده يتولى عمليه المانج بتاعه السويتش، عمليه اداره او عمليه ارسال الفلو انترز للسويتش ده، والسويتش التاني برضو يريبورت لي اي تغيير يحصل، هيريبورت لي تمت عمليه الاختيار وقع الاختيار مثلا على الكنترولر ده، فخلاص السويتش هيشتغل مع الكنترولر ده والدنيا تمام. رجع الكنترولر ده ام تاني، رجع الكنترولر ده ام تاني خلاص بقى، والسويتش طبعا متسجل اول ما قام هوب هلو هلو الدنيا ايه، السيشن رجعت قامت والسويتش عارف ان الكنترولر ده قام، فيقوم السويتش على طول برضه يبعت ستيتس مسج للراجل ده، وللراجل ده يقول لهم السويتش قام الحمد لله. يقوم هم يعملوا ايه؟ هيقولوا له خلاص بقى افصل وارجع لاصلك؟ لا خلاص هنقول له انتر كان كباك اب وخلاص، السويتش ده يعتبر بيتم عمليه المانجمنت بتاعته من الكنترولر ده، وقت ما يقع نعمل انتخابات ما بيننا احنا الاثنين عشان نشوف مين اللي ايه هيمانج السويتش بعد كده. بس انا سؤالي ليك بقى، افرض الشبكه كان فيها كنترولر واحد وهو وقع، يعني كنترولر واحد وقع، او يا عم الكنترولرز الثلاثه دول كلهم وقعوا، السويتش هيتصرف ازاي؟ هو ده بقى السؤال الصح. حلو، انا بس شرحت لك الاول لو في اكتر من كذا كنترولر ايه اللي هيحصل. طيب افرض بقى كان هو كنترولر واحد او حتى مجموعه الكنترولرز دي موجوده كلهم وقعوا مره واحده، يا ترى السويتش هيتصرف ازاي؟ يلا بينا نشوف. لو هو كنترولر واحد ووقع، او حتى كانوا مجموعه كنترولرز وكلهم وقعوا مع بعض، في الحاله دي السويتش بيخش في حاله من الحالتين دول، حاجه اسمها فيل سكيور مود وحاجه اسمها فيل ستاند الون مود. ايه الفرق ما بين الحالتين؟ خلينا ناخد اول حاله اللي هي الفيل سكيور مود. في الفيل سكيور مود السويتش طبعا ما عادش فيه اي تواصل ما بينه وما بين الكنترولر، لكن مازال جواه فلو انترز، اي ترافيك هيجي له هيطابق الفلو انترست دي خلاص هيعمل له فورورد هيعديه، مفيش اي مشكله. خلاص انت بتقول اه ينطبق عليك الانتري اللي في السطر التاني دي بيقول خرجها من البورت الفلاني، خلاص اخرجي. طب لو جات له ترافيك غريبه مش عارف هيعمل بيها ايه؟ طبعا لما بتيجي ترافيك غريبه ما هيش متسجله عنده في الانترست جوه، كان الاول كان بيروح للكنترولر يساله يقول له عامل فيها ايه؟ طب دلوقتي مفيش كنترولر، هيقوم عامل لها دروب. هيفضل السويتش بتاعنا يباصي ويفرود البيانات اللي جايه له لغايه ما الانترز اللي جوه دي تتمسح. ليه؟ لان الانترز دي بيبقى لها ليميت، بيبقى لها تايم، هولد داون تايم.
التايم ده لو عدى مثلا في انتري متعوده تيجي خلاص دي شغاله، انا مفيش اي مشكله عمال ببصي فيها مفيش مشاكل، لكن في انتري مش شغاله خلاص دي هتتمسح. طيب لو جت داتا غريبه مثلا تانية بينطبق عليها الانتري ده، يعني مثلا هقول لك على حاجه، بص يا سيدي الجهاز ده دائما هو بيبعت جهاز بي سي 1، فخلاص ده بيبعت فعلى طول بيحصل ماتش، ده الشرط بتاعه او الانتري بتاعه في السطر رقم 2، فعلى طول هو الراجل بيبعت بيحصل ماتش في السطر الثاني خلاص سطر 2 ده مش هيتمسح. ولكن الجهاز اللي هو مثلا بي سي 5 ده بيبعت كل 5 دقائق، كل نص ساعه، كل ربع ساعه، وانا اصلا الانتري هنقول مثلا الهولد داون تايم بتاعها 1 منت، 1 منت صاحبنا ده ما بعتش، ده بعت بعد نص ساعة، فالانتري بتاعته مثلا كانت رقم 3، فطبعا عدى عليها 1 منت وما تمش استخدامها امسح. فلما يجي الترافيك بتاعه عشان يبعت، فطبعا السويتش كان هيروح يسأل الكنترولر اللي اصلا دلوقتي واقع، فيقوم يعمل الباك اب بتاع الجهاز رقم 5، هيقوم عامل لها دروب ومش هتعدي. مين اللي هيعدي؟ الناس اللي دايما مشهور ان هم ايه شغالين على طول وعمالين بيبعتوا بيانات، فرضا ان الكنترولر بقى معلم رجع اب تاني والكونكشن قامت والدنيا زي الفل، هيقوم الكنترولر باعت الفلو انترز او الفلو تيبل اللي عنده للسويتش ده بتاع السويتش ده يبعته له. يقوم السويتش يعمل ايه؟ يمسك الفلو انترز اللي جواه كلها، التيبل اللي عنده امسح 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 امسح، ارمي في الزباله وهات لي بقى التيبل الجديد ده بقى عشان نعتمده. نبدا اتصال على ميه بيضه. طيب الفيل ستاندالون مود بقى في الحالة دي السويتش بيعمل فورواردنج بناء على الانتليجنس الداخلي اللي جواه، وانا بتهيألي طالما انت سمعت كلمة انتليجنس داخلي يبقى السويتش ده في الحالة دي ماهوش اوبن فلو بس، ده كمان ده هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ يعني شغال اوبن فلو وفي نفس الوقت هو سويتش عادي بيفورد زي بقية السويتشات اللي احنا شغالين عليها اليومين دول يعني. فطبعا السويتش ده اللي هو الهايبريد اول ما يلاقي الكونكشن مع الكنترولر وقع هيبدا يعتمد على الجداول بتاعته بقى، الماك ادريس تيبل والاكسس ليست والحاجات اللي جواه اللي هو اصلا بيبنيها مع نفسه، هيبدا يبني الحاجات دي مع نفسه ويبدا يفرض البيانات بناء على حاجه زي كده. اذا الفيل ستاند الون مود خاص بالهايبريد سويتشز، اما الفيل سكيور مود في الغالب مين اللي بيشتغل؟ مش في الغالب ده على طول، مين اللي بيدخل في الفيل سكيور مود على طول؟ ده اللي هو الاوبن فلو سويتش، اللي هو الكلير اوبن فلو سويتش، هو اوبن شغال اوبن فلو بس ماهوش هايبرد ولا حاجه. خليني بقى ان شاء الله كده في الفيديو الجاي اوريك ازاي لما الكنترولر يقع السويتش بيحصل له ايه، هنعملها بشكل عملي ونشوف المود فعلا السويتش هيقع فيه. اشوفك الفيديو الجاي واحنا بنعمل الموضوع ده عملي ان شاء الله. السلام عليكم.